أول سؤال عندي بيقول لي باراليلوجرام in which two diagonals are equal is called، قال لي لما أقول لك الدياجونال equal يبقى الشيب بتاعي إيه؟ rectangle. طب لو قلت لك الدياجونال perpendicular يبقى الشيب بتاعي رومبس، خلاص؟ لكن لو قلنا الـ diagonals equal and perpendicular يبقى احنا بنتكلم عن الـ square، تمام؟ يبقى تاني لما أقول لك parallelogram الـ diagonals are equal يبقى هو إيه؟ rectangle. طيب الـ diagonals perpendicular يبقى rhombus، equal و perpendicular يبقى square. طيب chord whose length is 8 cm in a circle of radius length 5 cm is at space distance from its center. قلت لك السؤال ده مهم جدا ولازم حضرتك تبقى عارفه ومتخيله. طيب ده شكله عامل ازاي؟ قال لي هو يا مستر دي السيركل بتاعتنا، وده السنتر بتاعي. طيب بيقول لي عندك كورد ان سيركل ام اللينس بتاعه بكام؟ 8 سنتيمتر. طيب انا عارف ان انا لو جيت عملت بيربنديكولار هيبقى عندي رايت انجل ترانجل وبايسكت الكورد، يعني بدل ال 8 دي هتبقى 4 و4، يبقى الراديوس لينس بكام؟ ب 5. طيب ده رايت انجل ترانجل 4 و5، يبقى البيربنديكولار ده البيربنديكولار ديستانس ايكوال كام؟ 3. خلاص 3 4 5 جبناها ازاي؟ سكوير روت 5 باور 2 ماينس 4 باور 2، تمام؟ حد مش فاهمها؟ حد متلخبط فيها يا شباب؟ ماشي. Area of a rectangle whose dimension 4 و6. طيب ال area بتاعت ال rectangle equal ايه؟ of sorry length time width، length time width يبقى 4 times 6، 4 times 6 equal 24، تمام؟ لكن لو عايز البريمتر هيبقى half length plus width. لو بسألك عن البريمتر يبقى equal half time length plus width. طيب if two chords intersect inside circle then measure of angle between them. فاكرين ده قانون سبحان الله؟ بيقول لي لو احنا عندنا سيركل، تعالى نمسح بس الشكل ده خلاص مش عايزينه. عندنا two chords in circle، ادي chord وهنا another chord intersect for example at angle H and point H. فاكرين قلنا measure of angle H equal A؟ قال لي half arc AC for example AC و B D، يبقى half ال AC plus BD، تمام؟ واضحة؟ A B C D cyclic quad، A B C D cyclic quad، وادالك ال diagonals intersect، يبقى ده القانون بتاع ايه؟ ودن القطة، يبقى دي 40، يبقى دي كمان ايه؟ 40، خلاص؟ طيب آخر سؤال معانا، the point of concurrence of the median of triangle divided the median by the ratio from the base، قلنا from the base تبقى 1 to 2. خلاص from the vertex، لو نفس السؤال ده وقال لي from the vertex هتبقى 2 2. خلاص حد عنده اي سؤال في اللي تشوز شباب؟ حد عنده اي سؤال في اللي تشوز؟ بس يبقى هو حضرتك 1 to 2 وهي 2 to 1. لا from the base 1 to 2 والفيرتكس 2 to 1. والفيرتكس هي اللي تطوع.
اه تمام ماشي. وترند. اه تمام، تمام. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ام وان ار تو سيركلز، ذا لينث اوف سيركل دي اي 826، فايند ام ان ان ذا فولوينج كيسز. اول كيس تو سيركل تاتش اكسترنالي. حد فاكر الرول بتاع الام ان لما يبقوا تاتشنج اكسترنالي؟ بابلي. بنعمل بس ال R1 بس ال R2 يبقى ام ان ايكوال ار 1 بلس ار 2 R2 يبقى ايكوال 8 بلس 6 بلس 6 إيكوال 14. 14 سنتيم. طيب تاتشنج انترنالي تيمون. هتكون العكس بقى، ال R1 ماينس ال R2. ماشي، يبقى 8 ماينس 6 ايكوال 2 سنتيم. خلاص وضحت. طيب لو جيت قلت لك ان هما انترسيكتنج، خلاص، ولو جينا قلنا one inside the other، حد فاكر لو هما intersecting يبقى ال MN equal A؟ هو bigger than 2 و smaller than 14. Excellent. طب one inside the other؟ هي 15، أنا ليه كاتب 6؟ هتبقى bigger than 0 و smaller than 2. This. ايه ده؟ مش عايز اوفر مين؟ مين زياد؟ طيب زياد سمعنا؟ أيوة طب يلا تعالى جاوب معايا السؤال ده. هنا ده حرف سي وهنا ايه؟ في جمل سهلة كده أوي يا زياد. العلامة دي قلنا معناها إيه؟ السايد زيكوال ها؟ ايكوال أيوة، بنقولها إزاي بقى إيكوال دي؟ ازاي؟ لا يا راجل، كفاية أكل يا حاج. إكس ميد بوينت للـ AB بنستفيد منها إيه؟ MX perpendicular to AB. مش بتتنايل تذاكر ليه يا زياد؟ اه خلاص عرفتها كده، يا وبرضه رب الناحية التانية نفس الكلام. قول يا حاج. واي ميد بوينت بتاعت السي دي وال و ام واي بيرديكولار على السي دي. قال كده خلصنا الجزء الأساسي اللي احنا شايفينه. تعالى كده نبص على الحتة، بيقول لك اكس ميد اه، شايف الجزء ده؟ بيقول لي الاي بي ايكوال سي دي. نستفيد ايه لما اقول لك كورد ايكوال كورد؟ يبقى بيربنديكولار equal perpendicular، يبقى ال mx equal my. خلاص تمام يا زياد. تمام طيب كده ماشي. احنا خلصنا الظروف بتاعنا، بقى الحته اللي المفروض ان حضرتك تفكر فيها كده. triangle mxy ده ايه؟ isosceles. خلاص، عشان احنا قلنا ان ال mx equal ال my، قال يبقى measure of angle MXY equal measure of angle MYX equal كام؟ قال لي 180 minus ال vertex اللي اسمها MD divided 2. 50 divided 2 تبقى 25 degree. خلاص؟ تمام كده. على الله يا زياد، الحصة الجاية تجيني مش حلل الواجب.
طيب الصورة دي واضحة؟ واضحة ولا أكبرها شوية؟ يلا تعال نشوف هنكتب إيه في البتاع ده. فبيقول عايز measure of angle ADB. ADB عايز ال angle دي. منا عندك أي أفكار؟ هتبقى دي inscribed angle اكسترا فهتبقى half ال central angle. ممتاز. ليس ميجر اوف انسكرايبد انجل اللي اسمها اي دي بي ايكوال هاف ميجر اوف السنترال انجل اللي اسمها اي ام بي. خلاص يعني ايكوال كام؟ هاف ال 140 تبقى 70 ديجري. فيها مشكلة؟ شايفين التو انجلز دول ليهم نفس الارك. ادي اول انجل وادي الانجل الثاني، الاثنين سبتن سيم ارك اللي هو اي بي، يبقى ميجر في الانسكرايبد انجل ايكوال هاف ميجر في السنترال انجل ايكوال 70 ديجري. ماشي، تعالى نخش على الجزء الثاني. كده احنا جبنا نمبر 1 ميجر في انجل اي دي بي، عايز ميجر في انجل سي اي دي. سي اي دي عايز الانجل دي. قال لي يا مستر انا بقول لحضرتك ان الدي بي بارالل للاي سي. بص احنا قلنا البارالل ده بنستفيد منه ايه؟ يا ارك مستر هيبقى ايكوال انتريور صح؟ اكسلنت انتيريور. يبقى ميجر في انجل اي ايكوال 180 ماينس 70 تبقى ايكوال 110 ديجري. بص دول كده عاملين حرف سي. تمام؟ واحنا كنا جبنا دي ب 70 يبقى 180 ماينس 70. وضحت؟ حد عنده اي سؤال فيها؟ ان شاء الله. ماشي. يلا. قانون سبحان الله. حد فاكر بقى قانون سبحان الله ده كان بيقول ايه؟ بيقول لي فايند لينث اوف الارك، عايز ال L كان ايكوال ايه؟ قال لي ميجر اوف الارك اوفر 360 تايم سيركمفرنس. قلت لك احفظه عشان القانون ده سبحان الله تحفظه من هنا وتنساه على طول. يبقى لينس اوف الارك ايكوال ميجر اوف الارك. طب هو مديني ميجر اوف الارك، قال لي ما هو ميجر اوف الارك ايكوال ميجر اوف السنترال انجل. يبقى هنا 120 اوفر 360. طيب بيقول لي سيركونفرنس اوف السيركل ب 132. خلاص هروح اكتب الكلام ده على الكالكوليتور واشوف الاجابه هتطلع ايه. تمام تعالى نشوفها على الكالكوليتور. طلعت 44 سنتيمتر. تمام؟ خلاص؟ حد عنده سؤال في البتاع دي؟ ماشي. طيب يلا السؤال ده تعالى ناخد تيمور. تمام؟ أي حبيب قلب المستر قول يا باشمهندس. قول ان ال E is midpoint لل B C ممتاز. ايه ميد بوينت؟ B C استنى يا باشا. بي سي بعد كده ان ال M E perpendicular لل B C تمام. ايه تاني؟ شوف كويس ان ممكن نقول ال ام دي ايوه بندكولر لل اي بي
ممتاز. يبقى دي ميد بوينت للاي بي. تمام ماشي. خلاص ماشي. وبعدين قال لي خلاص يا مستر انا خلصت كده. يعني ايه خلصت؟ قال لي ما احنا اتفقنا لو انا عندي تو بيربنديكولار يبقى الشكل اسمه ايه؟ سايكليك سايكليك كوال. كوان. طب انا عايز اكتب تفاصيل اكتر، هروح اقول ميجر اوف انجل ام اي دي بلس ميجر اوف انجل ام دي بي تبقى 90 بلس 90 هتبقى ام اي بي تيجوال مثلا، مش ام اي دي، ام دي بي ام دي لا في بي الاول. ام اي بي اه سوري اوكي خلاص تبقى 90 بلس 90 180 يبقى اي ام ال دي اي ام اي دي ام دي بي السايكليك سايكليك. كويس. طيب يبقى ميجر اوف انجل اي ام دي بكام؟ وهنعمل 360 ماينس الله يخرب بيتك وبيت اللي بيعلمك يا حيوان يا حيوان، ده سايكليك كواد عيني عينك. طب دي 11. 180 ماينس 56 حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا مش قلت انت كبرت على 360 ماينس دي تطلع 124 خلاص. وتحد حد عنده اي سؤال؟ اللي بعديها يلا السؤال بتاع من يلا يا من هنقول since ال AH وال HB are two tangent to the circle. هروح اقول له اتش اي و اتش بي ار تو تانجنت، يبقى اتش اي equal ايكوال HB. اتش بي دي نمبر 1. وبعدين قلنا بنروح نختار اي تانجنت فيهم يا اما اتش بي يا اما اتش بي اي واحد. فاروح اقول له مثلا اتش بي تانجنت ماشي. وبعدين يا مستر تعالى نمسك التانجنت ده وندخله جوه السيركل. لما يدخل جوه السيركل يقابل اي بي، قال لي يبقى اي بي كورد اوف تانجنسي. دول الجملتين دول مهمين قوي يا شباب الله يبارك لك خليك حافظهم زي اسمك. قال لي يبقى ميجر اوف انجل الحرف اللي بيتكرر في النص يبقى اتش بي اي ايكوال ميجر اوف انجل ادي اي البي. مين اللي ماسك اي وبي جوه السيركل؟ سي خلاص. يبقى ميجر اوف انجل اتش بي اي ايكوال ميجر اوف انجل اتش سي بي خلاص. طب ايكوال كام؟ قال لي سيبها دلوقتي خلاص ماشي تمام. وضحت الخطوتين دول؟ حد متلخبط فيهم؟ مهمين اول خطوتين دول. طيب قال لي اتش بي ايكوال اتش اي يبقى ده ايسوسيس ترينجل. قال لي يبقى ترينجل اتش بي اي ايسوسيس يعني ميجر اوف انجل اتش بي اي ايكوال ميجر اوف انجل اتش اي بي ايكوال 180 ماينس 70 اوفر 2 تطلع بكام؟ 55 ديجري. يبقى الانجل دي ايكوال 55. يبقى هنا عندي دي 55 خلاص.
طيب وانت هنا يا مستر بتقول ان اتش بي اي ايكوال اتش اي سي ايه سوري ايكوال اي اي سي بي. طيب دي 55 يبقى دي كمان ايه 55 ايكوال 55 دي. خلاص حد متلخبط لحد دلوقتي؟ طيب شكل الكيمو كونو ده قلنا بنستفيد منه في ايه؟ شايفين الشكل ده؟ قلنا اسمه ايه؟ سايكليك كوايل. يبقى A B D C سايكليك كوايل. طيب يعني ايه سايكليك كوايل؟ قال لي يعني ميجر اوف انجل A B A C equal 180 minus 125 تبقى equal 55 degree. يبقى دي كمان برضه بكام؟ 55 degree. خلاص؟ حد متلخبط في حاجة لحد دلوقتي؟ تعالوا نشوفه بقى هو عايز ايه ونشوف احنا جبنا اللي هو عايزه ولا لسه. عايز measure في angle ACB. ACB عايز الانجل دي جبناها 55 يبقى دي equal 55 degree. خلص. طب عايز BA equal BC. BA equal BC. قال لي يا مستر لو انا عرفت ان measure of angle BCA equal measure of angle BAC equal 55 degree يبقى BA equal BC. خلاص؟ مين متلخبط في حاجة في السؤال ده؟ very important. حد متلخبط في حاجة نعيدها تاني؟ السؤال ده المفروض بتحله وانت مغمض عينك. يلا تعالى نشوف كريم. ايوه يا مستر، يلا يا باشمهندس. احنا هنقول A B C D cyclic quad. ممتاز. قال يا مستر انا خدت بالي ان الـ A B C D cyclic quad. قلنا cyclic quad يا اما عين عينك يا ودن القطة يا سطور. دي انهي واحدة فيهم؟ سطور نقول مثال A B ممتاز. E exterior cyclic cone. قال لي الانجل A B E الانجل دي كده exterior of quad A B C D. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يبقى measure of angle A B E يكون مثال equal في انجل A D C. measure of angle A D C اللي هي دي equal 100 degree. يبقى انا عرفت الانجل دي كده بكام؟ 100. طيب كمل يا باشا. عندك طيب اسمه انجل اسمه قول لا ترينجل دي اي سي ايوه عندنا ترينجل اي دي سي ماله؟ قال لي ميجر اوف انجل دي دي سي اي ايكوال 180 180 ماينس 100 بلس 50 تطلع ايكوال كام؟ 30 ديجري. تمام؟ يلا يبقى لنا اخر خطوه. هنقول ان اللي هو الميجر دي سي اي ايكوال هاف الارك دي اي. measure of inscribed angle. قلنا ما دام هنتكلم عن الانجل ده بس كان حد اسمع measure of inscribed angle angle sorry BCA equal هاف الارك of measure of الارك DA خلاص. ايكوال طيب تبقى equal 60. لا تعال نكتبها لا قصاد يعني الدي الحتة. ايه ايوه الدي ايه يبقى measure of الارك DA equal 60 degree. ممتاز. يلا مين يجاوب السؤال ده؟ مين لسه ما جاوبش؟
طب يلا يا كريم. يلا نشتري، نروح ممكن نتكلم، ترجع قبلها ثانية؟ أرجع للأبلاغ. حاضر، وليش؟ لا مفيش بس خلاص. يلا نعمل ايه هنا؟ قلنا لما يكون عندي تو سيركل بنشتغل على سيركل سيركل. طيب انا هبدأ السيركل ام، طيب ايه اللي موجود في سيركل ام؟ اي بي و اي دي ار تو تانجنت. اللي يبقى AB equal AD equal 4 سنتيمتر. خلاص؟ يبقى أنا عرفت ده كده 4 سنتيمتر. يلا ندخل على اللي بعده. AD و AC are 2 tangent. أنا نسيت أكتب إن small circle. Circle N. خلاص يبقى AD equal AC equal 4 سنتيمتر. خلاص وضحت؟ وضحت الخطوة دي؟ حد واقع في حاجة؟ طيب هو عايز بريمتر top figure A B D C يبقى equal A B plus B D plus D C plus C A. خلاص طيب ال A B بكام؟ 4 plus B D 3.5 plus D C 2 plus C A 4. 4 و 4 8 و 2 10 يبقى 13.5 سنتيمتر. تمام؟ مين متلخبط في حاجة؟ زياد؟ لا تمام يا فرحة؟ مستر. ماشي. كده الامتحان خلص؟ هو كده الامتحان خلص صح؟ كده الامتحان ايوه خلص تمام؟ طيب لو خدت بالك هتلاقينا حلينا الامتحان في قد إيه؟ في نص ساعة تمام؟ ده المعدل الطبيعي اللي حضرتك المفروض توصل له في حل الامتحان. خلاص؟ يعني يوم ما تزود يبقى ساعة إلا ربع. ماشي؟ طيب يبقى أنت كده هتحل، المفروض إن أنا هشوف منك الأسبوع ده يوم الجمعة الجاية موديل 1 موديل 2 كايرو 1، وكان في محافظتين تاني مش فاكرهم بصراحة. تمام؟ ماشي؟ هنقفل بقى اللينك ده ونفتح اللينك التاني عشان نبدأ في الألجبرا. خلاص؟ هدي لك 5 دقايق منت بريك لحد ما نفتح اللينك التاني. تمام؟